بعد أن عاين أمراضهم وأسقامهم، بعد أن ظهر فسادهم وإفسادهم، بعد أن ثبت أنهم متآمرون خونة وأنهم مصاصو دماء الفقراء، وبعد أن انتظر طويلا تلقى رسالة من العناية الإلهية بأن دورك قد حان وأوانك الآن، وبأن الميدان لك فاظهر وبان، تقدم صاحبنا شاهرا سيفه وقرر النزول بنفسه تواضعا للميدان، فأعمل فيهم سيفه ونشر بينهم رعبه وخوفه، وتوعد، قسم، شتم، صنف، أهلك حرثهم وأباد نسلهم، دمر اقتصادهم فاجعله على شتت عائلاتهم، يتم صغارهم، يظهر لهم كل يوم بوجه جديد، وذلك من الإعجاز. يعطيهم اليوم أملا فيفرحون ويسعدون، ثم ينقلب عليهم فجأة فيتحسرون وينحسرون. قرروا بعد انقسام أن يواجهوه متحدين، ولا يعلمون أنه مبعوث من فوق السماء، غير قادرين حتى على النظر إليه، فالنظر إليه والتأمل إليه يصيب بالدوار، لا، ليس لبشاعة منظره ولكن لما فيه من سحر وإبهار. تقررت اليوم نهايتكم أيها الفاسدون، ولن يبقى على هذه الأرض إلا الصالحون الطاهرون. أعلموا سادة المشاهدين أي اتجاه تتجهون، أنا لا أقصد ما تفهمون أو أي المذاهب تذهبون، أتريدون مزيد إغراقي ولم أتعلم العوم في بحور الملوك والسلاطين؟ أنا لم أقصد بمقالي غير الكورونا هذا اللعين، لم أقصد غير الفيروس، فلا تذهبوا بفهمكم إلى هناك، فمن قصدتموه هو إلهنا الذي ينفع ولا يضر، وهو حاكمنا وله أعلن الخضوع والخنوع، وإليه تبنا وإليه أنبنا، عله يغفر لنا ما تقدم وما تأخر. وأقول لكم في الختام، على كل منا أن يبحث عن نهاية مناسبة لحياته. سبق وقلت لكم أن الأرض مكان مشبوه وغير آمن بالمرة، فهي في أحسن حالاتها مليئة بالأوحال والأوبئة والفيروسات. حاولت أكثر من مرة أن أقنعكم بأن أجسادكم نفسها عبارة عن براميل من الدم قابل للانفجار في أي لحظة. حافظوا على عقولكم وأجسادكم وأرواحكم، فالفيروس يقاوم بالتلقيح، وتلقيحكم هو عشق الحرية. سيغلق قوس الفيروس قريبا وستشرق الشمس من جديد، فقد اعتقدوا وآمنوا بأن كورونا لن تتمكن من تغيير حياتنا ولا تواريخنا، فنحن الأبقى وهي إلى زوال. أهلا وسهلا بكم، مرحبا بكم في موعد جديد مع لقاء خاص. ضيفنا اليوم هو ضيف خاص، هو عاشق للديمقراطية، هو متيم بحب الحرية، بل أن نقطة ضعفه هو عشقه للحرية. نتعرف على ضيفنا في التقرير التالي ثم نعود.